خدي معلقة يلا حط لك صحن لحالي بدي لحالك اذا بتريدوا صحن صغير بدينا صحن صغير يلا طير وانا كمان اطلع كمان خلص نطير عمي ليه بياكل كده بعرف ياكل نحن بمطعم سعادة السما، المطعم يلي فتح بشهر 5 من سنة 2016 وبعدنا لهلا الحمد لله مستمرين. الكونسبت بالمطعم هو انه نقدر نأمن لأهلنا بالمينا وطرابلس وحتى الضيوف اللي موجودين هلا بصورة استثنائية بعدد قليل وجبة غذائية صحية يوميا. عم يطعمينا لكتر خيرهم. الله يبارك فيهم. وفي عنا صفحة على الفيسبوك عم نحط عليها تقريبا كل نهار احد شو البلان اللي عاملينه بالنسبة لهالجمعة شو بدنا نطبخ فبنطلب المواد العينية اللي بدنا نستعملها خلال 3-4 ايام 2-3 بتلاقي من السوبر ماركت عم بيجينا الاغراض اجى حدا دفع لنا حق هالاغراض وقال نوصلكم اياهم امكانياتنا هلا انه عم نقدر نكون خلال 5 ايام بالاسبوع باستثناء السبت والاحد التطوع لخدمة ضيوف المطعم عم بيجي من كل المناطق العالم اما بصورة فردية واما بشكل جمعيات او كشاف وعم بيكونوا موجودين هنا لخدمة هالعالم وهذا الموضوع هو اللي بالحقيقة عم يقدر يخلينا نستمر خبرونا العالم اللي بيجوا لهون من وين بيجوا من كل من المينا من طرابلس من الزهرية في عالم تنزل في ناس سورية في ناس يعني معنا مشكلة وين ما بيجوا شو بيشتغلوا العالم اللي بيجوا لهون؟ جمالا هلا انت بتشوفهم صاروا بيعرفوا هني الصحن البلاستيك كوباية البلاستيك هني بيعرفوا هني بيكبوها صاروا بيقولوا مرحبا صاروا بتشكرونا لما بياكلوا نحن تعمقنا تعودنا عليهم هني تعودوا علينا هو قصده هني شو بيشتغلوا بالحياة؟ شو بعرفنا ما بنسألوا اكيد 90% منهم ما بيشتغلوا ما قلنا عليه ناس شخص بيشتغل بالفحم ناس شخص بيلم الكرتون في شوفرية كتير بيبقى مارقين يعني عندنا مبدأهم كل واحد مارق جعان كتير لا عن جد نحن مبسوطين بالعالم بنحبهم كتير بتعودنا عليهم هم تعودوا علينا حافظين اسمنا وإذا عندهم أي شيء مضايقهم بيقولوا لنا إياه حتى إذا متضايقين بيقدموا لنا اكل وعصير وماء وشو ورز بحليب بتحبوا الاكل هون كثير بتحبوا العالم هون كثير ليه انه بنعتبره مثل اهلنا هيدا شو كله شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا ناكله يلا رح ناكل ايجابيات والاستفاده من هيدا المطعم على كل الاصعده يعني اللي لزمت له هيدي الوجبه عم يجي يلاقيها واللي الله نعم عليه اكثر منه متوقع مثل حالتنا وحاله كثير عم يجي يشارك هالعالم بما انعم عليه الله الولاد اللي عم يجوا يخدموا عم بيشوفوا بعينهم شو في شرائح مجتمع غير اللي هن مأمنينها ببيوتهم وعم بتكون بالنسبة لهم إذا بدك بشكل من أشكال مفاجأة قوية يعني إنه في عالم عايشة هيك وفي المدارس والمؤسسات والكشافة هودي كلهم عم بيجوا يشتركوا من مال بخدمة المجتمع من مال عم يتعلموا التواضع من مال عم يتعلموا محبة أخوهم الإنسان أكثر من هيك شو فيك تعمل شيء منيح لمجتمع بحس قريبة أنا لربي بهالأشياء اللي عم بعملها ما ضروري إنه حدا يعرف حدا هاي بس أنا مبسوطة أنا عندي 3-4 ساعات ميتين ليش حتى موت فيهم لا بجي بعمل فيهم شيء برجع بعيش